بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 42. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأعمال التي قام بها، لأن الله سبحانه ابتلاه بكلمات فأتمهن، أي أمره بأوامر ونهاه عن أشياء فأتم ما أمر به. قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، وذكر ما قام به هو وابنه إسماعيل عليهما السلام من بناء هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. ذكر سبحانه وتعالى دعوات إبراهيم وإسماعيل حال بنائهما البيت. قال تعالى في هذه الآيات: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. من يرغب عن ملة إبراهيم؟ هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار، أي لا أحد يرغب أن يترك ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه، استخف بها. السفه معناه الخفة، أي استخف بنفسه وظلمها، لأنه لم يكرم نفسه ويعطيها حقها الذي يجب لها عليه، لأن كل إنسان راع على نفسه يجب عليه أن يكرمها بطاعة الله وأن يجنبها غضب الله وأن يلزمها بطاعة ربه عز وجل ويجنبها المعاصي، كما قال سبحانه:
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو الذي يكرم نفسه أو يهينها، هو الذي يكرم نفسه أو يهينها. فإن حملها على طاعة الله وابتغاء مرضاته فقد أكرمها وأنزلها المنزلة اللائقة بها. ومن أهملها وأطاعها واتبع هواه فقد أهان نفسه ودساها. وهنا يقول جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من سفي نفسه، أي استخف بها وبقدرها وأهانها. وملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، التوحيد الخالص هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا الموالاة في الله والمعاداة في الله، فيوالي أهل التوحيد ويحبهم ويناصرهم ويعادي أهل الشرك ويبغضهم ويبتعد عنهم، هذه ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فملة إبراهيم هي التوحيد الخالص بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كائنا من كان، ثم الموالاة في الله، موالاة أهل التوحيد والإخلاص، ومعاداة أهل الشرك والبراءة منهم. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي من تركها فقد سفه نفسه. هو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، أما الله جل وعلا فإنه غني عنه وعن غيره. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما يضر نفسه ويهين نفسه التي هي أعز شيء عليه،
فاليهود والنصارى والمشركون الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وهم يشركون بالله عز وجل ويدعون غيره، هؤلاء رغبوا عن ملة إبراهيم، رغبوا عنها وتركوها. وكذلك الذين لا يوالون في الله ولا يعادون في الله، الذين تركوا الولا والبراء، هؤلاء ليسوا على ملة إبراهيم. الذين عندهم الناس سواء، المؤمن والكافر والمطيع والعاصي عندهم سواء، لا يميزون بينهم، هؤلاء لا يوالون في الله ولا يعادون في الله، فهم ليسوا على ملة إبراهيم. وقد سفهوا أنفسهم. وكذلك المبتدعة الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات ليسوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ملة إبراهيم هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ما شرعه الله لعباده. فالذي يعبد الله بشيء لم يشرعه الله لعباده هذا ليس على ملة إبراهيم. ملة إبراهيم وضحها الله جل وعلا، وضحها في القرآن وجلاها تجلية واضحة، ليست خفية، فمن عرفها تمسك بها فقد أكرم نفسه، ومن تركها واستبدلها بغيرها فقد سفه نفسه وأهانها. اليهود والنصارى لما أحدثوا في دين الله وغيروا في دين الله رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك المشركون عبدة الأوثان والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة، هؤلاء ليسوا على ملة إبراهيم، رغبوا عنها، وإن كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فالأمور ليست بالدعوى، الأمور بالحقائق، وليست الأمور بالانتساب من غير تحقيق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال جل وعلا في إبراهيم: ولقد اصطفيناه، أي اخترناه. الاصطفاء هو الاختيار، اختاره الله جل وعلا وهو أعلم حيث يجعل رسالته، اختار إبراهيم واتخذه خليلا من بين الناس لما قام به عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى الله والصبر على ما أصابه في سبيل الله، تحمل المشاق، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره واتخذه خليلا، كما قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، اتخذ الله إبراهيم خليلا.
أسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد، أخلص عمله وأخلص نيته لله، وتجنب الشرك بجميع أنواعه، هذا هو الذي أسلم وجهه لله وهو محسن، أي متبع لما شرعه الله، لا يعبد الله إلا بما شرعه على ألسن رسله، لا يعبد الله بالبدع والمحدثات وما يرى عليه الناس بدون عرض على ما شرعه الله جل وعلا. تبع ملة إبراهيم، هذا هو الذي، هذا يبين لكم من هو الذي اتبع ملة إبراهيم، أسلم وجهه لله وهو محسن، تجنب الشرك وتجنب البدع، هذا هو الذي اتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا، رفع الله منزلته في الدنيا وجعله للناس إماما وأثنى عليه بثناء عظيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما أن الله أكرمه في الدنيا وأعزه في الدنيا فإن الله يكرمه في الآخرة ويجعله مع صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين هم أنبياء الله ورسله، فالله رفع شأنه في الدنيا والآخرة، وهذا مما يرغب في اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الله اختاره وأكرمه الدنيا والآخرة. فمن يريد لنفسه العزة ويريد لها الكرامة ويريد لها النجاة يوم القيامة فليتبع ملة إبراهيم. قد تقول إبراهيم بيني وبينه آلاف السنين فكيف أتبع ملته وبيني وبينه ما يزيد على 2000 سنة؟ نقول لك محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، فاتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم وهي ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك، يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت ملة إبراهيم تماما. ثم قال سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له أي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أسلم، أسلم أي استسلم لله عز وجل، استسلم لله
بطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، هذا هو الذي أمر الله به إبراهيم لما قال له أسلم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أجاب ربه سبحانه وأسلم لرب العالمين وترك عبادة الأصنام وعبادة غير الله وفارق قومه وفارق أباه وفارق الناس في ذات الله سبحانه وتعالى وصبر على ذلك. هذه ملة إبراهيم، قال له ربه أسلم فأجاب ربه وقال أسلمت. أسلمت لمن؟ لرب العالمين، ورب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، والرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده المالك لهم المتصرف فيهم، هذا هو الرب. رب العالمين جمع عالم، جميع العوالم في السماوات وفي الأرض كلها عبيد لله سبحانه وتعالى، والله هو ربها، هو رب العالمين جميعا، وهو الذي يجب الإسلام له سبحانه وتعالى وعبادته دون غيره جل وعلا، طاعته وترك ما نهى عنه، هذا معنى الإسلام لرب العالمين. فالذي يعبد غير الله اتخذ مخلوقا ضعيفا ليس له من الأمر شيء، ليس له من الربوبية شيء، ما هنا أحد رب للعالمين إلا الله جل وعلا. الرب الحقيقي للعالم هو الله جل وعلا، وهو الذي يستحق العبادة، وما عداه سبحانه فإنه مخلوق ضعيف مفتقر إلى الله جل وعلا، فكيف يتخذ ربا وإلها ويترك رب العالمين؟ قال أسلمت لرب العالمين، هذا ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم لم يقتصر على نفسه، ووصى بها إبراهيم بنيه، شوف لم يقتصر على نفسه بل إنه وصى بهذه الملة، ملة التوحيد، وصى بها بنيه، وصاهم يعني أمرهم، وصاهم أمرهم أن يتمسكوا بهذه الملة الحنيفية، وصى بها إبراهيم بنيه. وهكذا يجب على الآباء أن يوصوا أبناءهم باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هي التوحيد والابتعاد عن الشرك والابتعاد عن البدع، فيجب على كل أب أن يوصي بنيه بهذه الوصية. ومن قام بهذا؟ من الذي يوصي بنيه الآن بهذه الوصية؟ من؟ إلا من شاء الله، وأكثر الناس غافلون عن ذلك ولا يهمهم دين أبنائهم وما يكونون عليه من بعدهم إلا من رحم الله عز وجل.
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما لنصحه وشفقته وصى بنيه بهذه الملة الحنيفية، لأنها طريق النجاة من النار، وهي السبب لدخول الجنة. فمن أفلتت يده من هذه الملة فإنه خاسر في الدنيا والآخرة. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب حفيد إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الذي هو والد بني إسرائيل، أيضا وصى بنيه، وصى بنيه الذين هم بنو إسرائيل الذين يتسمون باليهود، وصاهم يعقوب كما وصى جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب وصى بنيه بنو إسرائيل بما وصى به جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي قراءة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالفتح منصوب، أن الذي وصاه هو جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن القراءة المشهورة بالرفع، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب وصى بنيه. ومن هم بنوه؟ هم الأسباط، بنو يعقوب هم الأسباط الاثني عشر، سمون بالأسباط، وتسمى قبائل بني إسرائيل بالأسباط لأنهم ذرية هؤلاء الأسباط الاثني عشر. فيعقوب عليه السلام له اثنا عشر ابنا، وكل ابن من هؤلاء الاثني عشر صار له ذرية كثيرة يسمون بالأسباط. وقد وصاهم أبوهم يعقوب عليه السلام، وصى أبناءه الاثني عشر، وهي وصية لأحفاده من بني إسرائيل. ما هي هذه الوصية؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، هذه وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام. إن الله اصطفى لكم أي اختار لكم الدين الذي هو دين الإسلام، دين التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، التي خلقتم من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وصية إبراهيم، وهذه وصية يعقوب لذريته، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا بني إن الله اصطفى لكم أي اختار لكم الدين، هذه نعمة عظيمة. إذا من الله عليك بالدين ووفقك للدين فهذه أعظم النعم. أما الدنيا فإنها زائلة، لو أعطيت الدنيا كلها فإنها زائلة، وربما أنك لا تسلم من شرها وفتنتها، لكن النعمة هي نعمة الدين. أما الدنيا فإن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، أما الدين فإن الله لا يعطيه إلا من يحب. ولذلك إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم الدين، ولم يختر لكم الملك في الدنيا والسلطان
أو يختار لكم الأموال والحطام، وإنما اختار لكم أعز الأشياء وأنفع الأشياء وهو الدين. فمن وفق للدين فهو السعيد الدنيا والآخرة، ومن لم يوفق لهذا الدين فهو الخاسر الدنيا والآخرة. ولو نال ملك الدنيا ولو نال جميع أموال الدنيا فإنها لا تنفعه عند الله عز وجل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم ما نفعتهم أموالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب خالص من الشرك، موحد لله عز وجل، محب لله. أما المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الله اصطفى لكم الدين، فهذا يدلنا على أن نعمة هي أعظم، إنه قد أعطاه الله أعظم النعم، فيجب عليه أن يشكر الله عز وجل بالتمسك بهذا الدين، ولا يزهد بهذه النعمة. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر بالوفاة على الإسلام. وهل الوفاة على الإسلام هل هي باستطاعة الإنسان أو هي بيد الله سبحانه وتعالى؟ هي بيد الله سبحانه، ولكن المسلم إذا حرص على دينه ودعا الله بحسن الخاتمة فإن الله عز وجل يثبته عند الموت فيموت على الإسلام. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فإذا تمسكت بهذا الدين وحرصت عليه وسألت الله أن يميتك عليه فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يجيب من دعاه. ولهذا يقول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا الدعاء بحسن الخاتمة. فأنت تدعو الله أن يميتك على الإسلام وأن يحسن لك الخاتمة، وتمسكك بهذا الدين وقت الحياة هذا سبب لحسن الخاتمة، لأن من عاش على شيء مات عليه. ثم أيضا قوله جل وعلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا يذكر الإنسان بالموت وأنه لا يدري في أي لحظة يموت، فليكن على أحسن حال، يتمسك بدينه حتى يأتيه الموت وهو على الإسلام، ويحذر من الفتن ويحذر من الغرور ويحذر من الغفلة. وإذا أذنب ذنبا يبادر بالتوبة خشية أن يأتيه الموت وهو لم يتب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا مما يحث المسلم على التمسك بدينه وتوقع الموت في كل لحظة، وأن يكون على أهبة الاستعداد للموت في كل لحظة ولا يغفل عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات الموت، تذكروه. الذي ينسى الموت ويغفل عن الموت ربما يتساهل في طاعة ربه ويتساهل في المعاصي، ثم يأتيه الموت وهو على هذه الحالة والعياذ بالله، يختم له بسوء. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوفوا، يعقوب عليه السلام وصى بنيه وهو على قيد الحياة وفي حال الصحة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ولما حضره الموت أيضا وصاهم وأكد لهم. هذا لكمال نصحه عليه السلام وكمال شفقته، فعندما حضره الموت لم ينسى ولم يذهله الموت عن النصيحة، لم يذهله الموت عن النصيحة، ولم يذهله الموت عن الشفقة على أولاده من والخوف عليهم من الشرك، ولم يأمن على أولاده، فهو مع ما هو فيه من حضور الموت يوصي عليه الصلاة والسلام: إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، إذ قال لبنيه، بنيه الاثني عشر: ما تعبدون من بعدي؟ ليطمئن على عقيدة بنيه ويموت وهو قرير العين بذلك. وين الأب الذي يحرص على أولاده هذا الحرص؟ وين الأب اللي يوصيهم عند الموت بهذه الوصية إلا من وفق الله ورحم الله سبحانه وتعالى؟ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يختبرهم عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا الجواب الشافي الذي قرت به عين يعقوب عليه السلام في هذه الحالة الحرجة: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. هل إسماعيل أب لبني إسرائيل؟ لا، عم إبراهيم، عم ليعقوب، أخ لأبيه إسحاق، لكنه سماه أبا، فدل على أن العم يسمى أبا لأنه بمنزلة الوالد، العم بمنزلة الوالد وهو صنو الوالد فهو والد. وإسماعيل وإسحاق
الذي هو أبو يعقوب جد الأسباط إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى إلها واحدا، هذا براءة من الشرك. ما يكفي أن الإنسان يعبد الله، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك، وإلا المشركون يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلا تكفي عبادة الله، بل لا بد من ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إله، ولهذا قالوا إلها واحدا، لم يقولوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويكتفوا بهذا، بل قالوا إلها واحدا، هذا فيه البراءة من الشرك وترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة إذا دخلها الشرك حبطت وبطلت ولم تنفع صاحبها، إنما تنفع العبادة إذا كانت خالصة لله عز وجل ليس معها شرك. ولهذا قالوا إلها واحدا، أما الذي يعبد الله ويعبد آلهة معه هذا مشرك ولا تنفعه عبادته، ولو صلى الليل والنهار ولو صام الدهر ولو حج واعتمر ولو أنفق الأموال، ما دام عنده شرك فإن عمله لا قيمة له، عمل باطل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا قالوا إلها واحدا، ولم يكتفوا بقوله إلهك وإله آبائك، إلها واحدا. أما الذي يعبد الله ويعبد معه آلهة أخرى فهذا مشرك لا تنفعه عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا ونحن له مسلمون، تأكيد بعد تأكيد، ونحن له لمن؟ لهذا الإله الواحد وهو الله جل وعلا. مسلمون يعني منقادون، منقادون خاضعون له سبحانه وتعالى، نفعل ما أمر به ونترك ما نهى عنه، هذا الاستسلام لله عز وجل. ودلت هذه الآية على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فالإسلام هو عبادة الله فيما شرعه في كل وقت بحسبه، فكل من اتبع الرسل وعبد الله بما شرعه الله فهو مسلم في أي وقت كان، فالإسلام عليه جميع الأنبياء وأتباعهم، هذا هو الإسلام الذي هو التوحيد والانقياد لله عز وجل. ونحن له أي لا لغيره مسلمون، أي منقادون خاضعون ذليلون عابدون لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن اتباع الآباء والأجداد على الحق أنه محمود، أما اتباع الآباء والأجداد على الباطل فإنه مذموم. ولهذا يقول يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاتباع الآباء والأجداد على الدين
وعلى الحق هذا محمود، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع على الحق هذا محمود، أما الاتباع على الباطل فهذا مذموم. الذين يتبعون آباءهم على الباطل وعلى الشرك وعلى البدع وعلى المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يسمى التقليد الأعمى، هذا هو التقليد الأعمى. ونحن له مسلمون، ما قال سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت. تلك أمة المراد به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أمة قد خلت يعني مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الخطاب لمن؟ الخطاب في الأصل لليهود الذين ينتسبون إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ينتسبون إليهم ويفتخرون بأنهم من ذريتهم، لكنهم لا يتبعونهم بل يتبعون أهواءهم. يقول الله جل وعلا: هؤلاء لا ينفعكم عملهم ولا ينفعكم انتسابكم إليهم ما دمتم على الباطل، أما لو كنتم على ملتهم وعلى دينهم هذا صحيح، لكن ما دمتم على الباطل. اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، وهم ينتسبون إلى إبراهيم وذريته، فهذا الانتساب لا ينفعهم عند الله. تلك أمة قد خلت يعني مضت، لها ما كسبت، لها أعمالها، ما تنفعكم أعمالهم، وإنما الذي ينفعكم أعمالكم أنتم. اعملوا لأنفسكم ولا تكتفوا بالانتساب إلى الأنبياء ولا إلى الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الأنساب ما تنفع في الآخر، ولو كانوا من أولاد الأنبياء ولو كانوا من أولاد الصالحين، ما داموا هم على الباطل وعلى معصية الله فإنها لا تنفعهم أعمال آبائهم ولا ينفعهم صلاح آبائهم، إنما ينفعك صلاحك أنت. فلا تعتمد على أبيك وجدك وعلى فلان وعلان، مثل الآن المبتدعة الذين يتوسلون إلى الله بالصالحين. يقول أسألك بنبيك، أو أسألك بجاه نبيك، أو أسألك بقدر فلان عندك، أو حق نبيك عليك. ما حق النبي صلى الله عليه وسلم له على الله؟ ما وجاه النبي له؟ لكن أنت وش عملك؟ اسأل الله بعملك أنت، لا تسأل الله بعمل غيرك، أو تسأل الله بأنك ولد فلان أو من ذرية الرسول. هذا ما ينفعك، ما ينفعك إلا عملك، ما ينفعك إلا دينك. فالذين يتوسلون إلى الله بالصالحين
توسلون إلى الله بالأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء أناس صالحون نتوسط بهم إلى الله، هم صالحون لكن صلاحهم لهم ما ينفعك، لا ينفعك إلا عملك، تلك أمة قد خلت. هذا فيه إبطال هذا التوسل المبتدع، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ما هو بلك، هذا لهم هم، ولكم ما كسبتم، ما لكم إلا كسبكم ولا ينفعكم كسب غيركم، فلا تتكلوا على غيركم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل يسأل عن عمله هو، كل يسأل عن عمله هو، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل يسأل عن عمله هو في خاصة نفسه، ولا ينفعه عمل فلان ولو كان نبيا ولو كان عبدا صالحا ولو كان أباه أو ابنه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فالواجب على الإنسان أن يعمل لنفسه ولا يتكل على عمل فلان وعلان فإنه لا ينفعه عند الله. أن تتوسل إلى الله بأفعالك أنت، بطاعاتك التي عملتها، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. كل يتوسل إلى الله بأعماله هو ولا يتوسل إلى الله بأعمال غيره، فإنها لا تنفعه ولا تفيده. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، آمين، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، آمين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، آمين، واجعلنا من الراشدين، آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، آمين. اللهم ول علينا خيارنا، آمين. واكفنا شر شرارنا، آمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين. اللهم أصلح بطانتهم، آمين. اللهم دلهم على الخير، آمين. وثبتهم عليه، آمين. وأبعدهم عن الشر، آمين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل:
لدي مبلغ من المال عند الناس يدفع لي على شكل أقساط شهرية، قمت بحسابها في نهاية الحول فوجدتها 400,000 ريال فزكيتها، وفي الحول الثاني سدد منها 50,000 ريال فقط وبقي 350,000، فهل أزكي 400,000 مرة واحدة أم أسدد 350,000 فقط؟ إذا تم الحول فإنك تزكي جميع مالك، ما عندك وما عند الناس لك من الديون، تحصيه وتخرج زكاة الجميع ربع العشر، المال الذي بيدك والمال الذي في ذمم الناس تحصيه جميعا وتزكيه. نعم. ما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟ زيارة المقابر لأجل السلام على المسلمين والدعاء لهم ولا سيما الأقارب مشروعة ومستحبة، أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، فزيارة القبور الشرعية يقصد منها أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة، والأمر الثاني نفع الميت بالدعاء له، السلام عليه والدعاء له والترحم عليه، زيارة مشروعة وليس لها يوم محدد، لا يوم العيد ولا غيره، فاللي يحدد يوم العيد أو يوم الجمعة هذا لا دليل عليه. تزور القبور في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور ولم يحدد يوما معينا. نعم. ما الحكم في من يدعون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ هذا باطل، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة أبدا، لأنه مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام في عالم الآخرة، ولا يأتي إلى الدنيا أبدا مثل غيره من الأموات، لا يأتون إلى الدنيا، ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون؟ ما أحد مات ورجع أبدا، لا الأنبياء ولا غيرهم، من مات انتقل من الدنيا ولا يمكن يرجع إليها، لكن في الرؤيا في المنام قد يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى غيره من الأموات، أما إنه يأتي حيا في اليقظة هذا باطل باطل باطل، لا أصل له، وإنما يروج هذا المبتدعة والخرافيون. نعم. ما الحكم في المشاركة في المسرحيات والتمثيليات؟ هذا لهو ولعب، هذا لهو ولعب، لا يشارك فيها الذي يقدر قيمة الوقت ويقدر المنفعة، ما فيها منافع ذي، إنما هي لهو ولعب وغفلة وضحك و إلى آخره. نعم. يقول: أنا شاب أدرس في كلية الشريعة في سوريا، وهناك مواد قومية اشتراكية وكتب للقوانين الوضعية، وفيها ما فيها من المخالفات الشرعية والتشجيع على الحكم بغير ما أنزل الله، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال لأنجح في هذه المواد، مع العلم أن الذي يكتب فيها جيدا قد يرسب في الامتحان أكثر من مرة ويعيق الدعوة إلى الله مع الحاجة إليها في تلك البلاد؟ المسلم يدرس أمور دينه ودنياه، يدرس ما ينفعه في دينه هذا بالدرجة الأولى، ويدرس ما ينفعه في دنياه من العلوم النافعة المباحة، أما دراسة القوانين ودراسة الأنظمة الكفرية هذا لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يدرسه إلا إذا كان يريد انتقاده والرد عليه، أما أنه يدرسه من أجل أن يتوظف به ويشتغل به هذا لا يجوز للمسلم. نعم. ما حكم قطع الصلاة في الحرم، وهل ينطبق ذلك أو هل هناك تسامح في الحرم عن المساجد الأخرى لأن الناس استخفوا بهذا الأمر؟
الصلاة لا تنقطع، لكن لعل قصد السائل حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم لا بأس به للضرورة، كثرة الناس وزحمة الناس فلا بأس بالمرور للحاجة والضرورة، ولا يؤثر على الصلاة إن شاء الله. نعم، خصوصا إذا كانوا يصلون فريضة خلف الإمام، فسترة الإمام تكفي عن من خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. تقول السائلة: أعطتها إحدى الأخوات ورقة كتب فيها آيات من القرآن، وتقول هذه الآيات للشفاء، منها قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور وفيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فما حكم اعتبار هذه الآيات للشفاء وكتابتها؟ إن كان القصد من كتابة هذه الآيات تعليقها على الجسم حروز أو حجب، هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق التمائم، هذه تمائم ولا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، لأن هذا يعرض القرآن للامتهان، ولأن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلا يجوز تعليق القرآن على الأشخاص أو على السيارات أو على المحلات من أجل الحرز أو من هذا، كله لا يجوز. أما إن كان القصد منها من هذه الأوراق إنها تغسل بماء طهور، تغسل بماء طهور ويشرب المريض الغسالة، فهذا رخص فيه بعض العلماء ويقول هذا من الاستشفاء بالقرآن. نعم. يقول: ابتليت بمرض في المسالك البولية، وأأتي للحرم يوميا مشيا على الأقدام من منطقة العزيزية لعدم وجود المال الكافي معي، وبعد عودتي إلى المنزل أجد قطرات من البول في ملابس الداخلية لا تتعدى قطرتين أو ثلاث، فهل صلاتي وطوافي في الحرم صحيح، علما أني أشعر أو لا أشعر بخروج هذه القطرات أبدا ولا يوجد معي المال للعلاج؟ ما دام إن البول ينزل فلا تأتي للحرم، لا تأتي للحرم وأنت في هذه الحالة، عليك أنك تتوضأ عند الصلاة وتصلي في أقرب مسجد إليك، والحمد لله الصلاة مضاعفة في كل مكة، كل مساجد مكة، كل ما كان داخل الأميال فالصلاة فيه مضاعفة عن 100,000 صلاة.